السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني متابعين قناة رانيا زيادة كيتشن. معاكم ان شاء الله رانيا. هنعمل النهاردة مع بعضينا وصفة كتير حلوة قوي قوي قوي، وبتنفع في الحر اللي احنا فيه ده. جميل جدا 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 الوصفة دي. بس عايزة اقول لكم الاول ان انتوا وحشتوني كتير جدا جدا جدا، وان شاء الله نعمل مع بعضينا حاجات حلوة كتير جدا، وان شاء الله تكون عند حسن ظنكم باذن الله. اول حاجة عايزة اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكومنت حلو منكم بيسعدني دايما ان شاء الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقادير الوصفة بتاعت اليوم. هنعمل مع بعضينا النهاردة ان شاء الله تشيز كيك الكريم كراميل. عندي هنا 100 جرام زبدة سايحة، وعندي هنا 300 جرام او 320 جرام من البسكوت الدايجستيف. اي بسكوت عايزين تحطوه غير الدايجستيف مفيش مشكلة، تمام. انا هحط دوت في الفود بروسيسور يتفرم، وبعد كده هاجي معاكم ونضيف معاها الزبدة، تمام. احنا شايفين كده حبايبي، خلاص انا فرمت البسكوت والزبدة خلاص سايحة اهي. هحط بقى 100 جرام زبدة على البسكوت العبوة اللي هي 300 جرام، تمام. وهقلبها بقى كويس فيه. اهي تمام كده قلبتها، وطبعا لو لقينا فيها حتة مثلا ناشفة زي دي كده اهي نجيبها ونفركها كده بس ما بين صوابعنا وخلاص. هرصها بقى في الصينية دلوقتي، هسكنها في الصينية بتاعت التشيز كيك كويس قوي، وبعد كده هنشوف الطبقة التانية هنعمل فيها ايه. هبدأ بقى احطها كده اهي زي ما احنا شايفين. اهم حاجة نسكنها كويس جدا جدا في الصينية بتاعت التشيز كيك، تمام. هخلصها واحطها في الفريزر ربع ساعة على ما اعمل الطبقة التانية ان شاء الله. هنا بقى حبايبي الطبقة التانية هنبدأ نعملها ان شاء الله. عندي هنا ثلاث كوبايات من الحليب او ثلاث كاسات حليب، كل كاسة عليها كيس من الكريم كراميل الجاهز اللي هو ده، تمام. يعني كل كاسة حليب عليها كيس من الكريم كراميل، يبقى ادا كيس لان دومن ثلاث كاسات، تمام. هحط ثلاث اكياس وادا الكيس التاني. طبعا هرفعهم على النار لحد ما يغلوا، وبعد ما يغلوا ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه. وادا الكيس التالت، تمام كده. بس انا ممكن هنقلهم في حاجة اكبر شوية لاني حاسة ان هو اول ما يبدأ يغلي هيفور. خلاص كده هقلبهم كويس جدا جدا مع بعض، وبعد كده هنقلهم في حاجة كبيرة شوية واحطهم على البوتاجاز لحد ما يبدأوا يغلوا، وبعد كده ارجع لكم ان شاء الله يا حبايبي. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، خلاص الكريم كراميل اللي عندي اتعمل غلى. هو اول ما غلى كده على النار على طول انا رفعته من على النار. انا بس بسيبه بس يهدى سيكه بسيطه بس كده، لان الخلاط اللي عندي اكليريك فمش ازاز، وانا خايفه يفرقع. انا عملت فيه قبل كده حاجات كتير بس برضو يعني ايه خايفه. فانا دلوقتي هحط اهو ان شاء الله دلوقتي في الخلاط، وهنحط معاه باكو بسكوت من ده يكون. فانا هحط الباكو كله معاه هنا في قلب الشفشق الخلاط، تمام. هنزل بقى الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالخليط بتاع الكريم كراميل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا هو لازم يتحط وهو سخن، تمام اهو. بس هحاول انزل كل اللي في الكازرولة كلها، تمام كده. خلاص هنزل بقى بكل البسكوت كله 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 كل الباب. هو تقريبا 20 قطعة، فانا هحطه. انا قرأت عليه من بره ان هو 20 قطعة، فانا هحطه كله وهضربه في الخلاط اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعضنا. سهلة قوي قوي قوي، واسهل كمان من التشيز كيك اللي هي الاصلية بتاعت الجيلاتين والجيلي دي، اسهل منها بكتير جدا. وتغيير انا عملت معاكم قبل كده بتاعت الجيلي،
فنعمل بقى النهارده مع بعضينا تشيز كيك الكريم كراميل. تمام، هحطه بقى افرمه واجيلكوا على طول. طلعت دلوقتي الصينيه بتاعت التشيز كيك اللي فيها القاعده بتاعت البسكوت من الفريزر، لازم تكون في الفريزر ها. وبعد كده هنزل عليها دلوقتي بالكريم كراميل بالبسكوت وهو كده وهو لسه سخن. تمام، وادخله على طول على الفريزر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين قد ايه خطير، والريحه بتاعته مش قادره اقول لكم على جمالها، فظيعه ريحتها، تحفه بجد 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 تحفه اهي. انا كده خلصت كل اللي كان في الخلاط، هحطها بقى في الفريزر لحد ما نعمل الطبق. عندي هنا بقى حبايبي الطبقه الثالثه، هعمل هنا كوبايتين اتنين من الحليب، هحطهم في ال هحطهم على النار اهي كده، كوباية كده، الكوباية التانية اهو. تمام، ومعايا 100 جرام شوكولاتة، انا لسه حطها على الميزان اهي، كنت بوزنها وزنتها خلاص 100 جرام. بس الاول هحط معايا ظرفين اتنين كريم كراميل تاني هحطهم. بصوا هي طبعا دي مش هنعملها غير مره واحده كل فين وفين عشان ما حدش يقول لي تكلفتها عاليه، والله تكلفتها مش عاليه ولا حاجه. تمام، احنا بنجيب الكريم كراميل ده بنعمله للولاد في البيت اسهل، والقشطه دي بنجيبها ناكلها بالمربى بالعسل، فموجوده عندي علبه قشطه دي 170 جرام هحطها برده. اللي حابب يحطها مع الكريمه بتاعت اللي احنا حطيناها بتاعت الكاستر دي يحطها، بس انا حابه ان انا احطها مع الشوكولاته بتديها طعم احلى اهي. حطيتها كلها وهنزل بال 100 جرام من الشوكولاته. تمام، وارفعهم على النار بقى، بس اما اقلب الاول الكريم كراميل عشان يدوب مع القشطه، وبعد كده هحط الشوكولاتة وارفعهم على النار لحد ما الشوكولاتة تسيح. تمام كده اهي يا حبايبي، زي ما انتم شايفين انا خلصتها، بس هحطها في التلاجة كده. حبايبي قلبي تكون وصفتنا النهاردة خلصت، دي كيكة طبقات الكريم كراميل. عايزة اقول لكم تحفة بجد بجد تحفة، اجمل من التشيز كيك اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده. اولا خفيفة مفيش فيها اي حاجة تقيلة خالص، رهيبة جدا جدا جدا. طبعا انا قطعت فيها الشوكولاتة مارس اللي فوق دي، واللي بيلمع فوق ده حطيت عليها الكراميل بتاع الكريم كراميل اللي كان جاي معاها. بصوا الطبقات ما شاء الله تحفة، ادي طبقة البسكوت الرقيقة قوي دي اللي تحت دي، فوقيها طبقة الكريم كراميل، فوقيها طبقة الكريم كراميل والقشطة والشوكولاتة. عايزه اقول لكم ان هي خطيره جدا جدا وتحفه، وتعالوا نقطعها يلا ونقدم قطعه مع بعضينا ونشوفها. زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهي، عايزه اقول لكم خطيره، ادي طبقه البسكوت اهي، ودي طبقه الكريم كراميل، ودي طبقه الشوكولاته. تعالوا نشوف بقى مع بعضينا كده واحنا بنقطعها وبناكلها. الله الله على الجمال، بصراحه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله تنور رضاكم واعجابكم، وان شاء الله هنقدم مع بعضينا وصفات جاية تانية كتير احلى واحلى، واللي جاية احلى ان شاء الله. باي باي.